تكون هي تحفيز التصفيات القادمه. نعم. انت اذا اعرف اولا انه شو وقت اخر مره حكيت ويا مهند وشو قلت له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم ورحب بقناتكم الكريمه. قبل يعني دائما نتواصل معه ونحث على المباريات، وتعرف صار سنه ما شافين اللعبه المنتخب الوطني، ان شاء الله باكر فايزين، واهم شيء انه مبارك لهم. احمد اللي اعرفه اكو علاقه شخصيه سر القرار اخ. نعم. بس مهند دائما خصوصيه انت بينك وبين، حتى عندما يسجل دائما يهدي لك هدف. اكيد. فانت وصلت باكر سجل ويهدي لك هدف؟ اكيد ان شاء الله. والله احنا اذا باكر سجل نهدي للمرحوم الكابتن احمد راضي و وابو حسينين الله يرحمه. كان اكو اتفاق بينهم؟ نعم نعم ان شاء الله. شنو الاتفاق اللي كان؟ والله يعني نهدي اذا سجل ان شاء الله باكر، وان شاء الله نتمنى الفوز، نهدي الكابتن احمد راضي وابو حسينين الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. يقول يقول؟ قد راح يقول باكر؟ ها؟ يقول هو يعني قد؟ يعني ثلاثة قبل؟ تريد ثلاثة هاتريك؟ يلا قول له، قول له مين قورت هاتريك باكر ثلاثة؟ يلا هاي الكاميرا قول له حاج. اي هاتريك زين. وش يصح لك هو؟ ابي يعقوب بس انا اسمي يوسف. هو شو يقول لك؟ ابي يعقوب وهو انا دله اسمي يوسف. زين اسوي له هنا بوسه ميني.